بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحن هلكان إن كل وذاقينا مانتي شركة نجرائد حلبانا دي ولها شعبك شرعي جنديه مذكر لنتها شرع دردها يقولها شعبك لكياني إسرتاق كسمي ودومياها ولها شعبك محمد مرسلنا وكسو صار وراغض حالي يا شركة أنجرا إدمان تهلك أنكو قباني حاربنا مركا دور قضب يا شركة نوكا قبنا دونا تنكو باد أي تاشالي يسيدي وحود عين طلبادنا أي تاهي وراغ دكا صباح ذي قدومية مرسل وحا يكوفا ديدو يو سيدو كلا قضب صدحادو نوغا هل لينو إي ذمو شالي لكينا قولها شعبك ودرع ذها ورنتي أيو قامين أيين داد الشباب فرق وقتر سنة وأيضاً معلومات كذا أن أنت إذا كل وذاك دونه يقدر قودم بيو أجنانتك شركة نجا وح أن يلي إنه حلب عن هذا وراغ شرع درة حلي وكسر غاري قدومي مرسى النجا حلب عن هذا قلها شعب كسب حيهرة هي تجن حرون تقولها شعبك مركي أنت جن حرون تقولها شعبك أنا بحنا وقته جن إذا مو تورن ورنتي بغلال جارية وحرمت قولها لك يعني سيدا عدد سعوتين قولها شعبك إذا ما بوليس أيو ليه هاي وإلالية أمنيقة حرمت قولها شعبك يحل بها نظبة إذا ما أنا هين كواس ونرعى أي حرمت لقوسه دابولي مركي لقوسه دابولانا درين إنو ميشي كجير أيان أرقني قدومية مرسل أيان راديني قد أيان قدرنا والله فريساني صدح قضب أيان قدومية وقتقنا تنكو بادو حيدا جندهان تقدقا وبروسيجر كي أما النظام كي حراساتك وتلمامي كل ما ذكرها شعبك أن وافق سنين سببته وكيمت أن دوني إن أقولنه تنلبادنا هذا إذا ماذا ترى ذا بدن حرمت قولها شعبك لك يعني يقضب كصدحاضها هذا الحين تسبت يكسب سنين مذكورين تلا الشيء إن لا سمين يو إن ما أنت لا سمين يو قولها شعبك أو مهل مريدون رنتي مركي على فريسة نقدوميها نقل ما حشونين سي عن جنبشلها إنه حن وقول الشيء إذا ماذا ماشي جوج أسوي إنه ضلبي لونه كاني حدا أنا أصابت سنة يو قوة كله زيادة أو ضلبن دون لبوا عناش يجي هشيس كي تطبيق طبعا كي سبتمبر الدورشة ضلبن لوجود جديد إنه فشل ماي ووحشيس وجر أي سنجرين يقضب كصدح هذا إنه سماي دونه مذكورين مدحوينها إيه برلمان كله سماينك وحوك لو كسي دري أري هندد هذا oo wiir cidlo joojinayo ama laga la tashanayna ma jirto intaas kadib markii ay dhacday oo shirki gudiga anagu aan dirnay iyo gudoomiye mursal soo idlaaday waxaan isku nimid xarunta golaha shacabka dood ayaan ugu dhaxmartay gudoomiye mursal doodanaduna waxay ku qotantay laba qodob oo ahaa tan koobaad kooramka golaha shacabka inuu san dhameyn shirku inuu san furmi karin sida hada socotiin qodob dastuuri ayaa tilmaamay kooramka boqolkiiba konton lagu daray hal inay joogan marka shirka ajendisa lagu dagaalayo furmay qodobka saddexaadna waxa uu ahaa ajendaha la keenay inuu san waafaqsanayn qodobka xeerosaadka 25aad qasabna ay ahayd in la soo mariyo gudiga joogtada sidaas daraadeed maadaaba procedureka lagu soo gudbiyay ajendahan oo khilaafsan yahay xeerosaadka in dib loola laabto gudoomiye uu soo saxo oo gudiga joogtada laga soo approval gareeyo sidaasna kulanka baarlamaanka lagu horkeen maashi buuq ayaa ka dhashay buuqi kadibna waxa uu kalifay in shirki la soo xiro أنت أسكتي حالي مريت هاي طبعاً كي يبرك يها بينمو مجال هذا مقدسه يا وراق ويفتح سوق وقدوميها أولي عشان يا طبعاً حل لبنان ومضنا ياش أقولها شعبك كم إذا ما كران مقدسهم كلنا كل ماذا أقولها شعب جوان كمرسل وكوش يا جاي إن حل لبنان هذا وجود جوجي كل ماذا أقولها شعبك مركب هو بعد أرتم مجرته وح شرعي أو عسكر لابو مجرته شرعي عم حير فصحية إن قدوميو صوص أرجع أنو عانو كلا صدق وحوم مال وقد عاي حراسات كقولها شعب كقدوميو أود كليه قدوميو أولي حل يذا فل يذا وأمد كوعد قذب كل حي طمنات فغردي يسلي هذا حراسات كقولها شعب كسعة أقيحية هدي أيجر تفوضه أما النظام ضره قدوميو وحو حري كرا فل يذا وحون أجندة مالين تزديب وقولي كرا كلن كحيل سداس أيو شرعي وقرين سدوا كلا مرسل وحوكو حد قدبي قضب كشانية لواتناد حراسات كقولها شعبك حدين يا أجندها فرديادة قولها شعبك
guddiga joogtada ayaa diyaariya ajendaha fadhiyada golaha. Ajendahana waxaa loo qaybiyaa xildhibaanada ugu yaraan 24 saac ka hor fadhiga loo dhanyahay. Sidoo kale guddoomiye Mursal wuxuu ku tuntay qodobka 14-aad ee si cad u qeexaya inuu mas-uul ka yahay fulinta iyo dhowrista xeerosaadka iyo ilaalinta nidaamka golaha. Sidoo kale guddoomiye Mursal wuxuu ku tuntay qodobka 4-aad faqradiisa 2-aad ee xeerosaadka ee ka mamnuucay in dhismaha golaha lala soo galo hub, isagoo maleeshiya darcada ku soo daabulay xarunta golaha oo irdahana ay taagnaayeen korna ay saarnaayeen gudaha howlka shirarkan ay ku jireen. ciidamadaas darcadka ahaa ayaan waxaan rabnaa tafaasiishoodina inta ku bixino wixii ay ahaayeen. ciidamadaas waxaa watay nin la yidhaahdo Shakiib oo Shabaab hore u ahaa jiray, isagoo dhaawac ah oo dagaalamaya ayaa laga soo qabtay suuqa Bakaara waxaana lagu xiray xabsiga dhex. Kadibna waxaa loo sii gudbiyey Serendi oo lagu xiro dadka dembiilayaasha ee iska soo dhiiba Shabaab ama ayagoo dagaalamaya la qabto. Halkaas ayaa laga soo saaray, kadibna waxaa loo qaatay inuu ka mid noqdo ciidamada sugidda. Wuxuu Shabaab u qaabilsanaan jiray dilalka qorshaysan ee dadka mas-uuliyiinta lagu laayay. Wuxuu si toosa ugu xiran yahay taliyaha nabad sugidda Fahd Yaasiin, wuxuuna u qaabilsan yahay howlgallada khaaska. Ninkan waa markii labaad oo isaga iyo ciidamada oo wato xarunta golaha shacabka la keenay. Sidoo kale ciidamada u wata waxaa ka mid ahaa sidana loo sheegay kuwa Shabaab ka yimid oo Sarandi ku xaraysnaa oo dhammaadkii bishii Febraayo laga soo saaray bastooladana loo qaybiyey. Ujeeddadooduna ay ahayd inay ka howlgalaan barnaamijkii 26-kii Februari lagu qabanayay daljirka Daasoon ee midowga murashaxiinta mucaaradku ay qabanayeen. Qaar ka mid ah ciidamadaas shalay la keenay xarunta baarlamaanka waxay wateen qoryaha meelaha fogfog wax ka dila ee loo yaqaano sniper gun. Go'aankeena shirka Brit. Fariinta golaha shacabka maanta loo diray waana soo gaartay, waana tagaynaa shirka Brit insha Allah. Warqadda sharci darrada ee magacyadeena lagu qoray ee Mursal askarta ugu dhiibay, dhiiggeennana lagu barnaysanayay wixii nagu soo gaara mas-uuliyaddeeda si shaqsi ah waxaa u qaadaya guddoomiye Maxamed Mursal. Mursal, waxaan leenahay shuruucda dalka wax jeebkaaga geli kara waa ka weyn tahay ee dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka mudana u hoggaansan. Wa mahadsantihin.